يا جماعة صوتنا وصل أخيرا. أنا جاي متحمس أن أقول لكم أنه اللغة العربية إمكانية كبيرة أنها راح تنضاف إلى Wuthering Waves. في ناس كثيرة من أيام وهي تقول لي أوه وين اللغة العربية؟ إيش صار على اللغة العربية في Wuthering Waves؟ كلامكم ما وصل، صوتكم ما وصل، أي صناع المحتوى. أوكي، اليوم بيجيكم إثبات كبير على أنه أخيرا شيء يوضح أنه أصواتنا وأن الناس اللي بعثت الإيميلات وهذه الأشياء كلها وصلت أصواتنا. بعد اللايف ستريم اللي صار كان في كثير ناس من البرازيل قاعدة تعمل سبام، حابين اللغة البرتغالية وهذه الأشياء. يعني مش بس إحنا اللي نطلب، في ناس كثيرين يطلبوا. وفي سيرفر الديسكورد اليوم قبل ساعتين من تسجيل هذا الفيديو، أحد الأدمنز الخاصين بديسكورد Wuthering Waves قالوا أننا قررنا قرار جديد بعد اتخاذه من بيننا، وسوف نصنع مثل الكوميونيتي تشاتس بلغات متعددة، وهذه اللغات اخترناها بنفسنا لأننا نعتقد أن فيها لاعبين كثيرين يستعملون هذه اللغة. وهذه اللغات التي سوف تكون متوفرة الروسية، البرتغالية، الفيتناميز، الاندونيسية والعربية. شباب فزنا، جي جي. الآن هذا ما يعني أنه اللغة انضافت خلاص لWuthering Waves، هذا يعني أنهم يشوفون، المطورون شافوا أنه في كثير عربيين في اللعبة. فالآن ما مهمتنا اللي بعدها؟ ما المحطة الجاية؟ المحطة الجاية من الآخر، أول ما يفتحون هذه الأشياء أو هذه الروم الخاصة بالعربية في السيرفر، لازم نروح نشارك في السيرفر ونكون متفاعلين ونتكلم هناك في المكان الخاص باللغة العربية. وأهم شيء نكون كوميونيتي محترمة جدا ونساعد بعضنا. حتى لو تحتاج مساعدة سوي نفسك تحتاج مساعدة وجيب أكاونت ثاني تساعد فيه نفسك. أوكي أوكي، وش لهذه الدرجة؟ لكن نثبت نفسنا، نكون محترمين، نكون جيدين، لأنه هذا رفع نسبة زيادة اللغة العربية في اللعبة. هذا أيضا إثبات كبير لأنه Genshin Could Never، الناس اللي دائما تدافع على هويوفيرس، إيش أخذتوا؟ إحنا ننتقد هويوفيرس، ننتقد كورو جيمز، ونسمح أصواتنا من البداية كناس تدافع عليها، كناس تعمل سبورت للعبة بشكل جيد وتحب إنه اللعبة تتحسن. وشوف إلى أين وصلنا. كالعادة الانتقاد يوصل بشكل كبير. وفي نفس الوقت حاب أقول أنه أنا أرتا وجلمود نزلنا هذا الفيديو في نفس الوقت، لأنه تونا جانا هذا الخبر في الجروب على طول. لو حابين تشوف رأيهم على الموضوع رابطه في الديسكريبشن. المهم بعد يومين بينزل لكم أحسن شرح لWuthering Waves بتشوفوه في حياتكم. مرة ثانية بيكون في جيفوي كبير على قناتي في تويتش يوم تنزل اللعبة، اللي هو بعد يومين، بعد ساعات من فتح السيرفرات بنفتح بث، بتشوف في شروحات، وأيضا بيكون في جيفوي كبير على تويتش، فتأكدوا انكم تأتون هناك. المهم هذا كان الفيديو، شكرا على المشاهدة، باي باي.